اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الثناء والمجد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في وسط النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل الفيوم ويا أهل النزلة، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا الجمع المهيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا معا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين
في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أسعدني أولاً أن أشارككم فرحتكم في افتتاح هذا المجمع الكريم المبارك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعله منارة للتوحيد والسنة الصحيحة، وأن يجعله منبراً للدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والرحمة والتواضع. وأسأل الله لمن بنى وشيد هذا المجمع الكريم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك له في إيمانه وأمانه، وأن يبارك له في أهله وأولاده وأمواله، وأن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، واعتصموا بالله هو مولاكم. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فالهموم كثيرة، والفتن كبيرة، والابتلاءات والمحن لا تعد ولا تحصى، وأنت هنا في دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وإن لم تعتصم بالله العزيز الغفار هلكت في الدنيا والآخرة، وإن اعتصمت بالله جل وعلا الذي يدبر الأمر ويحكم الكون سعدت في الدنيا والآخرة. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب بين يدي في المسجد، وأنت أيها الكريم خارج المسجد، انتبهوا معي جيدا. ما هو الاعتصام بالله جل وعلا؟ فالاعتصام ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، الاعتصام لغة هو الاستمساك والامتناع بالشيء. تقول اعتصمت بالبيت، أي امتنعت واحتميت به. والاعتصام شرعا واصطلاحا هو التوكل على الله وحده، والاحتماء به وحده، والثقة فيه وحده، والاعتماد عليه وحده. ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على نوعين من أنواع الاعتصام، هما الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله جل علاه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا في الاعتصام به سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير. تعال معي لنقف ابتداء على حقيقة الاعتصام بالله جل وعلا. الاعتصام بالله نجاة، والاعتصام بالله سعادة وفوز في الدنيا والآخرة. ووالله الذي لا إله غيره لا ينقصنا أيها الأحبة إلا أن نحقق هذه العصمة، لا ينقصنا إلا أن نحقق الاعتصام بالله جل وعلا في كل أمورنا وأحوالنا. فالأمة المحمدية الميمونة هذه الأمة الزاخرة بالطاقات والمليئة بالخير، وما أراه الآن بين يدي الآن لمن أعظم الأدلة على أن هذه الأمة تحب ربها جل وعلا، وتحب نبيها صلى الله عليه وسلم، وتسير خلف العلماء والدعاة إلى الله جل جلاله. هذه الخيرية في الأمة خيرية دائمة، حتى وإن مرت الأمة بمرحلة من مراحل الضعف فإنها كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا ينقص الأمة
إلا أن تأخذ بالأسباب في حدود قدراتها وإمكانياتها المتاحة، وأن تحقق بعد ذلك الاعتصام بالله جل علاه. فمن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه، ومن توكل عليه أغناه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده، بلى ورب الكعبة. فما هو الاعتصام بالله جل وعلا أيها الأفاضل؟ الاعتصام بالله سبحانه وتعالى اعتصام بنعم المولى ونعم النصير، وفرق بين المولى والولي. فالولي اسم من أسماء الله، والمولى اسم من أسماء الله. فما الفرق بين الولي والمولى؟ الولي هو من تعتمد عليه ويدبر لك حالك وأمرك أنت وغيرك من الخلق. الولي هو الذي يدبر لك الأمر أنت وغيرك من الخلق، فهذه ولاية عامة. أما المولى الذي قال جل وعلا: فنعم المولى ونعم النصير، المولى هو الذي تلجأ إليه وتعتمد عليه وتمتنع به وتحتمي به في الشدائد والرخاء، في السراء والضراء. وهذه ولاية خاصة لا تكون إلا لمن وحد الله جل وعلا، ولمن عرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه، الذين يستعينون به ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه ويفوضون أمورهم إليه. فنعم النصير، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن نصره الله لا تستطيع قوة أن تغلبه، ومن تولاه الله بالحفظ والعناية والرعاية لا تستطيع قوة أن تخذله، لأن الكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله، الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. من اعتصم بالله فقد اعتصم بصاحب الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر في خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في كرب إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي من أجله ولأجله خلقت الأرض والسماوات. الله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اسمع لهذا الحديث الجميل. لما انتهت معركة أحد، والحديث رواه البخاري من حديث البراء بن عازب، لما انتهت معركة أحد
اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين، ثم نادى أبو سفيان بصوت مرتفع على معسكر المسلمين وقال: أفي القوم محمد؟ صلى الله على محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فنادى أبو سفيان مرة ثانية وقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ كررها ثلاثا والنبي يقول: لا تجيبوه. فنادى أبو سفيان في المرة الثانية وقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكررها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان في المرة الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ فكررها ثلاثا والنبي يقول: لا تجيبوه. فلما لم يجبه واحد من هؤلاء الثلاثة قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه ورد على أبي سفيان وقال: كذبت والله يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعل هبل، يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعل هبل، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. ولاحظ أنه بأبي وأمي كان من لحظات يقول للصحابة: لا تردوا عليه، وهو الآن يأمرهم أن يجيبوا أبا سفيان: ردوا عليه. فقالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: قولوا: الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول: أعل هبل، والنبي يقول: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما أحوجنا إلى أن نعي قدر هذه الولاية، ما أحوجنا إلى أن نعي هذا الاسم الكريم المبارك، اسم المولى واسم النصير، وهما اسمان من أسماء الملك القدير جل جلاله. لابد أن تعي أن الله سبحانه إن كان معك فمعك المولى الذي لا يهزم، ومعك النصير الذي لا يغلب، ومعك الغني الذي لا يفتقر، ومعك القوي الذي لا يضعف. ما أحوجنا إلى أن نحقق هذا المعتقد وهذه المعاني وأن تترسخ في القلوب والعقول. ما أحوج الأمة الآن إلى أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى. فوالله ما اعتصم به أحد فضيعه، والله ما اعتصم به أحد فخيبه، والله ما اعتصم به أحد فخسر في دنياه أو في أخراه. تدبر معي القرآن الكريم. اعتصم به نبي الله نوح فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. واعتصم به خليل الله إبراهيم حين ألقي في النار فنجاه، وقال جل علاه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واعتصم به حين راح ينفذ أمره جل علاه بذبح ولده حين رأى ذلك في رؤياه، فنجاه وفداه، قال جل علاه: وفديناه بذبح عظيم. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟
ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. واعتصم به موسى فنجاه، قال جل علاه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واعتصمت به أم موسى فنجاها وأكرمها وصدقها وعده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فماذا كانت النتيجة؟ ها هو موسى الآن في قصر فرعون في صدر أمه ترضعه بنفسها، وفرعون يجلس إلى جوارها يأمرها: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. واعتصم به محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه. يقول له الصديق في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له بلغة الثقة والتوكل واليقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. قال جل علاه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. الآيات: واعتصمت به مريم فنجاها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واعتصم به أيوب فشفاه وعافاه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واعتصم به يونس في بطن الحوت فنجاه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قد يقول قائل: سامحك الله أيها الشيخ، تتكلم عن الرسل وعن الأنبياء وعن الصحابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تحدثنا عن هؤلاء الأخيار وعن هؤلاء الأبرار الأطهار، وأنت تعلم أننا نعيش زمنا غير الزمن وواقعا غير الواقع. وأنا أقول: والذي لا إله غيره، لا زال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يحقق الاعتصام بالله والتوكل على الله والثقة في الله والرجاء في الله، ويقول بلسانه وقلبه وعمله وجنانه: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يدك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم.
ويحقق الثقة في الله والتوكل عليه، فقلبه معلق بالله في الوقت الذي يأخذ فيه بالأسباب في حدود قدراته وإمكانياته المتاحة، ومع ذلك والله ما خيبه الله وهو يعيش بين أظهرنا. ولو سألت الآن هذا الجمع الكريم المبارك بين يدي في هذا اليوم الكريم وقلت لكم أسألكم بالله واحدا واحدة، هل لجأ واحد منكم في يوم من الأيام إلى الله بصدق وانقطعت به كل الحيل والأسباب فاعتصم بالملك الوهاب وحده فخيبه فخذله فطرده؟ لا ورب الكعبة، والله الذي لا إله غيره ما لجأ إليه أخ أو أخت أو رجل أو امرأة في لحظات صدق متبرئا من حوله وطوله، متبرئا من قوته ومدده، متبرئا من منصبه وماله وجاهه، إلا ونجاه ربه وحقق له سؤله وحقق له رجاءه. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن واليت نجاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. يحلو لي أن أذكر بهذا الموقف الجليل لرجل مسلم عادي من أهل مصر من أهل دمياط، أقسم بالله الذي لا إله غيره حدثني بلسانه في جمع من المسلمين ممن كنت أذكرهم بالله وأنا في بلد الله الحرام، وفاجأني هذا الوالد الكريم، وقد ذكرت حكايته مرارا وسأظل أذكر بها لنعلم أن الخير في أمة النبي لا ينقطع أبدا. يقسم لي بالله ويقول لي: والله يا شيخ محمد لقد كنت مصابا بشلل كلي نصفي، وأنا رجل ميسور الحال، من الله علي بالأموال وسافرت إلى لندن وإلى باريس وإلى نيويورك للعلاج ولم يقدر الله لي الشفاء. يقول: وأنا أجلس ذات يوم أمام التلفاز ورأيت صورة الكعبة، مع أنني رأيتها قبل ذلك مرارا، لكنني في هذه اللحظة بكيت بكاء شديدا وأنا قعيد الفراش محبوس بشللي ومرضي، وقلت لأولادي: يا أولاد. قالوا: نعم يابا. قال لهم: أنا عاوز أروح للملك بيته. قالوا: ملك مين؟ قال: أريد أن أذهب إلى ملك الملوك في بيته الحرام، وأنا يا أولاد قلبي مليان يقين لو ذهبت إليه في بيته وسألته وتذللت بين يديه والله لن يردني خائبة. طب يا أبويا ما نقدرش نوديك وانت بهذه الحالة. قال: تصرفوا. المهم حملوه إلى بيت الله الحرام. يقول لي: والله يا شيخ محمد أجلسوني على الكرسي الذي أجلس عليه وقلت قربوني ما استطعتم من بيت الله الحرام، فأنزلوني إلى صحن الطواف وجلست في مكان وحدي. يقول: أكثر من ساعة أو أكثر وأنا أصرخ وأبكي وأدعو الله بكلمات ما غيرتها. اسمع بلهجته وكلماته ولغته بيقول إيه. بقول: والله يا شيخ ما غيرت، بكيت وصرخت وقلت له: والله ما أنا خارج من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله ما أنا خارج من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر. يقول: وظللت أصرخ بهذه الكلمات وبكيت حتى جفت دموعي. قال: فتعبت من البكاء وشدة الألم فوضعت رأسي على يدي على الكرسي الذي أجلس عليه فأخذتني سنة من النوم، نمت. قال: والله رأيت في هذه الإغفاءة رؤيا، وسمعت هاتفا ينادي علي بصوت مرتفع ويقول لي:
قوم امشي، قوم امشي. مرة تانية بقول، مرة تالتة قال لي قوم امشي. قال فاستيقظت من نومي فقمت امشي، فمشيت، وبعد خطوات تذكر أنه مشلول فظل يصرخ وهو يجري على بيت باب الملك ويقول له يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من لجأ إليك وفوض أمره إليك. هذا رجل عادي والله، وأخت أخرى عندنا في المنصورة تعيش معنا في زماننا وفي عصرنا، حتى لا تتوهم أن الذي أصلت كان للرسل والأنبياء، بل هو في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تقول مرضت ابنتي وأنا امرأة فقيرة وزوجي غائب وأعيش مع والدي، والله يا شيخ محمد بتنا بدون عشاء وارتفعت حرارة ابنتي، وقمت أصلي ركعتين وأضع كمادات الماء البارد على وجهها وأقوم أصلي ركعتين وأغير هذه الكمادات. تقول بعد الساعة 2 بالليل تقريبا، وإذ بالباب يطرق، بقول مين؟ الدكتور. دكتور؟ تقول فخرج أبي مسرعا وخرجت خلفه، فتح الباب وإذ بطبيب يحمل حقيبته. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين البنت المريضة؟ اتفضل يا دكتور. دخل الطبيب كشف على البنت وكتب الروشتة وهي في حالة ذهول. قالت وخرج فوقف خارج الباب وقال يلا يا أختي بسرعة لو سمحتي. قالت خير يا دكتور، حضرتك عاوز إيه؟ قال عاوز قيمة الكشف. قالت والله يا دكتور ما أملك قيمة الكشف. قال لا أنت ما عندكيش حياء، طب ما تملكيش قيمة الكشف، صحتيني من النوم واتصلت علي الساعة 1 بالليل ليه؟ قالت يا دكتور أنا أسف، أنا ما اتصلش على حضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. قال الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت لا، ده الباب اللي جنبنا، ده الباب التاني. فبكى، قال أخبريني، إذن والله ما أخرجني الله إلا لكم، ما حكايتكم، ما قصتكم؟ وهي أخت صالحة صائمة قائمة لليل، لجأت إليه جل جلاله فقيض لها. يا أخي يا أخي، والله مهما كان ذنبك ومهما كان تقصيرك، والله لو لجأت إليه حتى وأنت في معصية وقلت يا رب استرني، والله لسترك، والله لسترك، يا رب اجبرني، والله لجبرك، يا رب أرجع إليك، والله لقبلك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يأتي حبر من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى
ونعم النصير. أيها المسلم، أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها الضابط، أيها الجندي، أيها الطالب، أيتها الأم، أيتها الزوجة، أيها الابن الحبيب، أيها المسؤول، ما أحوج الأمة كلها إلى أن تحقق الاعتصام بالله، فهذا ورب الكعبة سبيل النجاة. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب في حدود قدراتك وإمكانياتك المتاحة، وأن تفوض الأمر بعد ذلك إلى الله، وأن تحقق التوكل عليه والثقة فيه والاحتماء به والامتناع به والاعتماد عليه. فالأمر أمره، والملك ملكه، والكون كونه، والتدبير تدبيره. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه هي العصمة الأولى التي عليها مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أما العصمة الثانية فهي الاعتصام بحبل الله. قال جل علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. قال عبد الله بن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. هذا هو إجمال قول السلف في هذه الآية، وخذوا التفصيل أيها الكرام. قال عبد الله بن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام دين الله جل وعلا، الذي بعث به كل الرسل والأنبياء، بل ولأجله خلق السماء والأرض والجنة والنار. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين نوح. قال تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت ملكة سبأ حين أرسل إليها كتابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال تعالى حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله.
عش للإسلام بالإسلام، تخلق بأخلاق هذا الدين العظيم. فالإسلام يا أحبابي دين الخلق، دين النظام، دين النظام، دين الصف، دين السماحة، دين الرحمة، دين الأدب، دين التواضع. حتى لو أساء إلينا أحد فنحن لا نقابل الإساءة بإساءة، لا نقابل الإساءة بإساءة، بل نقابل الإساءة بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها الأدب والخلق والوفاء. حتى لو سبوا نبينا فنحن لا نسب نبيا من أنبياء الله، ولا نتطاول على ذات الله جل وعلا، ولا على دين أنزله الله سبحانه، وإنما نحن نؤمن بالله وجميع أنبيائه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نقابل الإساءة إلا بعفو، وإلا بخلق، وإلا بتواضع، وإلا بحكمة ورحمة. هذه هي أخلاق الإسلام. فمشكلتنا أيها الأفاضل أننا لم نشهد إلى الآن للإسلام شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نبلغ هذا الإسلام لأهل الأرض بحق، ولذا فهم لا زالوا يجهلون عظمة ديننا، ولا زالوا يجهلون حقيقة إسلامنا. وأنا أحمل المسلمين وأنا منهم هذه المسؤولية العظيمة، فلن يحكم الغرب وغير المسلمين على إسلامنا من خلال هذه الخطب الرنانة ومن خلال الفضائيات والمواعظ المؤثرة، وإنما لن يحكموا على إسلامنا إلا من خلال أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا وإنتاجنا وإبداعنا وعملنا وعطائنا وتفوق أبنائنا في كل مناحي ومجالات الحياة. هذه هي الشهادة الحقيقية الآن للإسلام. فإن أعظم خدمة تريد أن تقدمها اليوم لدينك هي أن تشهد له في مجالك الذي أنت فيه بصدقك وأمانتك ووفائك وإخلاصك وإبداعك وإنتاجك وتفوقك وعطائك والتزامك بأخلاقيات هذا الدين، وحرصك على أن تظهر الصورة الحقيقية المشرقة لدين الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: لأني لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الجمع الكبير، واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة. ما هي جماعتك التي تنتمي إليها؟ أخي، أنا جماعتي التي أنتمي إليها وأشرف بالانتساب لها هي جماعة واحدة، إنها الجماعة الأم التي يجب على كل مسلم أن ينضوي تحت لوائها وأن يفخر بالانتماء لها. أتدرون ما هي هذه الجماعة؟ إنها جماعة المسلمين. يا أخي لا تتعصب، دعك من هذه العصبية البغيضة، لا تتعصب لشيخ، ولا تتعصب لعالم، ولا تتعصب لرأي، اسمع الآخر، أنصت للآخر، ولا تختزل كل الأقوال وكل الآراء في رأيك أنت وفي رؤيتك أنت. فرأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا قول إمام من أئمة الدنيا وهو الشافعي، أما أنا فأقول قولا واحدا: رأي صواب لا يحتمل الخطأ. ما هذا الكبر؟ وما هذا الغرور؟ وما هذا الاستعلاء؟ يا أحبابي، يا أبنائي، خاطب شبابنا المبارك، أخاطب أولادنا الذين يتحمسون لهذا الدين هذه الحماسة الفوارة التي نراها. يود الابن من أبنائنا أن لو سقط تحت السيارة التي يركب فيها عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ، هذا إن دل فإنما يدل على حب هذا الشباب لدين الله جل جلاله، حبا يضحي به الشاب بأغلى ما يملك. لكننا نريد أن يتحرر شبابنا وأن يتعلم شبابنا الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أقول يا أحبابي: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. ما أعظمه وما أشرفه وما أكرمه
لا تتعصب لأحد، لا تقل رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، هذا كلام الشافعي. أنا أقول وأنا لا أسوي شيئا أمام الشافعي، أقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، هذا كبر واستعلاء وغرور، إنما رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، ومثلي قد يقول ورأي خطأ يحتمل الصواب، هذا من باب التواضع وهضم النفس أمام هؤلاء العلماء الأجلاء. فاسمع إلى هذا التأصيل واحفظه مني، وهذا من كلام شيخي ابن القيم لله دره، قال: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذه جماعتي التي أفخر بالانتساب إليها وأشرف بالانتماء لها، جماعة المسلمين، هذا الجمع المبارك أنا منهم وهم مني، لا أتعصب لجماعة باسمها ولا لراية بعينها ولا لشارة بالتحديد. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم الصحابة، وإن سألوك عن مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن حليتك التي تلبسها فقل ولباس التقوى ذلك خير. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، انتبهوا يا شباب، هذه الكلمات لأولادنا وشبابنا، يقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ويقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاماً يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فعليكم بجماعة المسلمين، ولا تتشرذموا ولا تتهارجوا ولا تتنازعوا، لأن الفرقة عذاب، ولأن الفرقة ضعف وهزيمة وخسران في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالقرآن، فالقرآن أيها الأفاضل يهدي للتي هي أقوم، وحبل ممدود بيننا وبين الله، إن كانت الأمة ما زالت وما دامت مستمسكة به فهي على طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فاللهم أنزل القرآن ليشقى به نبينا ولا لتشقى به أمته. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن ما أنزله الله إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة، إلا ليقيم به النبي للإسلام أمة وللإسلام دولة. ما أنزل الله القرآن لنزين به جدران المساجد، أو ليقرأ على الأموات في المقابر، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لبعضنا البعض في المناسبات والأعياد، كلا، بل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال جل وعلا: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فعلينا أن نعود إلى القرآن لنتخلق بأخلاقه، لنمتثل أوامره، لنجتنب مناهيه، لنقف عند حدوده، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأخيرا قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. فالطاعة عز، الطاعة غنى، والمعصية ذل وخسران. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
فالطاعة سعادة وغنى، والله لن تتذوق راحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير والرضا بما أنت فيه إلا إن امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده. أما إن ابتعدت عنه والله لن تشعر بنعمة الرضا، وستظل تتقلب في الهموم والضنك. قال جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا تغتر أيها الولد الحبيب والابن الغالي إذا نظرت إلى كافر أصلي مثلا يتقلب في ألوان النعيم. تقول أيها الشيخ: هؤلاء هم الكفار يتقلبون في النعيم والرقاء والسعة، أين نحن بما نعيش فيه من هؤلاء الذين يتقلبون في النعيم؟ اسمع لقول ربك وقول نبيك، قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن نافع قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم والعبد مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا. أيها الحبيب، يا من ملأت الهموم قلبك، يا من ملأت الجراح نفسك، يا من ابتليت بمرض في بدنك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في عملك، يا من ابتليت في رزقك، يا من ابتليت في ولدك، يا من ابتليت في أي شيء تمتلكه وتعتز به، والله لن تشعر بانشراح الصدر واستقرار الضمير وراحة النفس وهدوء البال والرضا عما أنت فيه إلا إذا عدت إلى الله واعتصمت به جل علاه واعتصمت بحبله سبحانه وتعالى. هل جربت هذه الصلة؟ مع أنه لا ينبغي أن نجرب كلام ربنا وكلام نبينا، لكن أما آن الأوان أن تفيء إلى الله وأن تعود إلى الله وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه وأن تقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد يسألني شابٌ من أحبابي وابنٌ من أبنائي ويقول: فكيف نحقق الاعتصام بالله ونحقق الاعتصام بحبل الله؟ والجواب باختصار في كلمات قليلة أيها الأفاضل أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، أن نجدد الإيمان في قلوبنا بعمل الطاعات والبعد عن المعاصي والزلات، أن نجدد التوبة والأوبة. ومهما زل أحدنا فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما عليك إلا أن تجدد التوبة وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار وهو الغني عنك. يا شيخ لقد وقع فلان في كبيرة الزنا، يا شيخ لقد وقع فلان في كبيرة شرب الخمر، يا شيخ لقد وقع فلان في كبيرة القتل. نفتح أبواب التوبة بموعود الله ورسوله لكل مذنب. ليس معنى ذلك أن
يتوب ويذنب، يتوب ويذنب، لكن إن زلت قدمه لبشريته فعليه أن يقبل على الله وهو على يقين بأن الله سيفرح بتوبته. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. رجل يركب دابته عليها الطعام والشراب، يمشي في صحراء، انفلتت منه الدابة، فقد الظهر الذي يركبه والطعام والشراب، فاستسلم للموت، قنط، يأس. عشان كده بقول نفتح باب التوبة لكل من وقع في كبيرة حتى لا يقنط ولا ييأس. فاستسلم للموت، رأى شجرة فنام في ظلها ينتظر الموت في أي لحظة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك إليه اليوم أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. فمتى تنتظر أيها الحبيب؟ متى تنتظر أيها الوالد الكريم؟ وأيها الابن الغالي؟ وأيتها الأخت الفاضلة؟ هيا لنعاهد الله جميعا على الأوبة، على التوبة، لنعاهد الله جميعا على الشهادة للإسلام، كل واحد منا في موقعه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء على المنابر وإلى دعاة في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل واحد منا في موقعه الذي هو فيه، الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والفلاح في أرضه، والزوجة في بيتها بتربية الأولاد على الكتاب والسنة والفضيلة، والطالب من أولادنا في مدرسته وجامعته بالتفوق والحصول على تقدير امتياز. هذه هي الشهادة الحقيقية لدين الله جل وعلا. من منا سيشهد لهذا الدين اليوم؟ من منا سيعاهد ربه سبحانه وتعالى اليوم على التوبة والأوبة؟ هل ستعاهد ربك الآن على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ هل ستعاهد ربك الآن على تحقيق التوحيد؟ هل ستعاهد ربك الآن على بر الوالدين؟ هل ستعاهد ربك الآن على الإحسان إلى جيرانك؟ هل ستعاهد ربك الآن على العدل والإحسان إلى موظفيك ومرؤوسيك؟ هل ستعاهد ربك الآن على العمل والإبداع والإنتاج شهادة عملية منك لدين الله جل وعلا؟ هل ستعاهد ربك الآن على ترك الربا؟ هل ستعاهد ربك الآن على ترك أموال اليتامى؟ هل ستعاهد ربك الآن على عدم ظلم البنات وإعطائهن حقوقهن في الميراث؟ هل ستعاهد ربك الآن على أن ترد الحق الذي أخذته لمن سلبت منه الحق؟ من منا يعاهد الله الآن على هذه التوبة الجامعة؟ من منا يعاهد الله من أولادنا وشبابنا على أن يتخلص تماما وإلى أن يلقى الله من هذه الجلسة الخبيثة التي قد تفسد عليه دينه ودنياه، ألا وهي الجلوس طوال الليل أمام المواقع الإباحية الفاجرة الفاسدة؟ يا حبيبي في الله، يا ولدي، يا ولدي، ألا تستحي وأنت تعلم أن الله يسمعك ويراك؟ ألا تستحي وأنت تعلم أن الله يسمعك ويراك؟ أما آن الأوان أن تبلك أو أن تغلق هذه المواقع المظلمة الإباحية الفاسدة، وأن تعود إلى الله جل وعلا، وأن تتضرع إليه ليحفظ عليك بصرك، ويحفظ عليك فرجك، ويحفظ عليك جوارحك؟ من يعاهد ربه على التوبة؟ أختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، وأنا ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: اسمع،
أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. تب بصدق. طب يا مولانا تبت إلى الله والله وأنا باكٍ بالدمع وأنا صادق، وبعد ساعة واحدة ضعفت ووقعت في نفس المصيبة التي تبت منها قبل ساعة. تب مرة ثانية وأنت صادق. وقعت بعد التوبة للمرة الثالثة وأنا صادق في الذنب. تب للمرة الرابعة، تب للمرة الألف. المهم أن تتوب وقت التوبة، أن تشعر بالندم يملأ قلبك، وأن تقلع عن الذنب، وأن تعمل صالحة. فإن زلت قدمك في نفس الذنب لبشريتك ولضعفك، فأنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، وعاود التوبة وجدد الأوبة، وأنت على يقين بأن الله جل وعلا لن يخذلك، وسيفرح بتوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار. يقول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين. يا رب لا تحرم بلادنا أبداً من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم بلادنا أبداً من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، اللهم اجعلهم ينصرون الحق وانصر الحق بهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم إنه قد انقطعت بنا الحيل وانقطعت بنا السبل، ولا نثق إلا فيك ولا نتوكل إلا عليك، فلا تخذلنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا جميعا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجزي من شيد هذا البناء ببناء له في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أخلف عليه حلالا طيبا، بركة في إيمانه، وبركة في أمواله، وبركة في أهله وأولاده، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل.